السلام عليكم الأصدقاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم، وبشركم مبروكة. بما أنه عيد الأضحى قرب إن شاء الله، ارتأيت أن ندير لكم وصفة تكون شوية مختلفة. ألوغ اليوم غادي ندير إن شاء الله الروستو. الروستو هو أكلة باللحم، هي أكلة إنجليزية وشوية مختلفة. ألوغ غادي نجيبوا اللحم اللي ضروري غيكون حلاقة، بسم الله الرحمن الرحيم، شرائح شوية غليظة وما فيهاش سميتو، ما فيهاش العدومة. اكيد غنكونوا دهنين شويه الزيت، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا. غتكون جوج ثلاثه د الملاعق ديال الزيت وصافي. غادي نديروه بالطريقه اللي قلت لكم داك النهار، المهر لمك، يعني غنطبعوه، غنديروه 5 دقائق على النار مجهده من كلا الوجهين، ومن بعد غنحيدوه. من بعد ما تقلل الوجه الاول، غنقلبوه على الوجه الثاني بهذه الطريقه. صافي الاصدقاء، كما شفتوا 5 دقائق سالات على نار مجهده، طبقنا اللحم ديالنا. ومن بعد غادي نجيبوا طنجره الضغط او طنجره عاديه، غنديروا فيها شويه خيزو، شويه بصل، شويه ثوم وسمن. يعني طريقه عشوائيه لتقطيع الخضر، حيت هذا من بعد يا غنطحنوهم يا ما غنحطوهمش في الطبق. غنضيفوا عليهم معلقة أو خلينا نقول معلقة عامرة ديال مركز الطماطم، صافي غنديرهم فوق النار، نقدروهم بالماء وصافي، نسدو عليهم حتى يطيبو ونكمل الوصفة من بعد إن شاء الله. صافي، من بعد ما غلت لينا المرقة ديالنا، غنشدو اللحم اللي طبعناه في المقلاة وغنضيفوه الجميلة. وغنزيدو ليه السر ديال هاد البنة، اكليل الجبل، شوية ديال اكليل الجبل الازير في هاد الوصفة، ما غيدخلش البهارات، هادشي كافي انه يعطيه البنة. اصدقاء صافي، غنسدو عليه ونخليه حتى يطب على خاطرو، ويا ريت تكون النار مهيلة طبعا على خاطرو. في هذه الاثناء غنوجدوا البوريه ديال البطاطس، هي اللي كترافقوا في الطبق ان شاء الله. لا بوري راه مول فين نديرها معكم اصدقاء. البطاطس مسلوقه من بعد ما هرسناها، غنزيدوا ليها الملحه والزبده، ويا ريت تكون زبده طبيعيه، من بعد ما تقلى شي شويه تدخل فيها ديك الزبده تذوب. غنبقاو نضيفوها الحليب بشويه، شحال ما كثرنا حليب شحال ما جات بنينه، ويا ريت تكون شويه جاريه على ارطب، يعني غادي تكون على البيوري العاديه دي اللي كنديروها ديما. غنبقاو نزيدو الحليب شويه اي بشويه، نخلطو مزيان. انا ضفتها حليب اصدقاء، بغيتها تجي ارطب شي شويه. صافية، هذه هي النتيجة اللي بغيت أصدقاء تكون هكا رطبه، رطب من البطاطس اللي مولفين كنسلقوها ونربسوها، ولكن ماشي جارية بزاف، غتكون مرافقة للحم ديالنا إن شاء الله. صافي الأصدقاء، طريقة تقديمها كان بعد ما طاب لينا اللحم، ديروا البوريه بهذه الطريقة، وهذاك الصوص هذيك الخضرة اللي درناها في الأول طاب معها اللحم، هي غنطحنوها شوية ونزوقوها بالطريقة وبالصحة والراحة.